متابعي طقس العرب، أسعد الله مساءكم بكل خير، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة. حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 23 درجة مئوية، الملموس 22 والرطوبة 41%، أما الرياح تكون غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله، نبدأها شمالا. إربد طقس صافي 33 ل 18، المفرق 35 إلى 20، جرش 35 إلى 19، وعجلون 32 إلى 18. المنطقة الوسطى البلقاء طقس صافي 34 إلى 22، مأدبة 34 إلى 21، العاصمة عمان 33 إلى 21، الزرقاء 36 إلى 21، والبحر الميت 39 إلى 25. المنطقة الجنوبية الكرك 31 إلى 19، الطفيلة 31 إلى 20، الشبك 30 إلى 21، معان 33 إلى 20، والعقبة 41 إلى 27. المنطقة الشرقية رويش الطقس حار 39 إلى 23، الصفاوي رياح نشطة وأتربة مثارة 38 إلى 20، الأزرق 39 إلى 23. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.